ماشي، كل واحد يشوف له صف. انت مين كاريك على ياض؟ مين؟ من عيلة المحمد. اخترت غلط يا ابن المحمدي. وابدا يتعلق على باب البلد عشان يبقى عبره للكل. المحمدي ما يطلعش من دوار واصل، ومرتك تاخدها على دوار اهلك وما تشوفش اهلها واصل. اعتبره حصل يا كبير. يلا معتصم. هو اللي بيحصل يا زكريا؟ دي اللي جابك بتاع الدوار. يلا يلا. عم سميح، العيال متجمعه بره، مش عاجبهم حبسك لامير من غير محاكمه. ما تخرجيش بعد كده الا لما اكون عارف. كنت خايف عليك يا زكريا. انت ما تخافيش عليا، انت تخافي على حاجه واحده بس، اللي في بطنك يا ناديه. وانا خاف عليكي لانك مهم عندي. هو اللي في بطني ده لو طلع هيعمل ايه من غيرك؟ هيعيش، هيعيش وهيكبر ويبقى كبير العطارين كمان، وانتي هتربيه احسن مننا كلنا. مفيش حد في الدنيا هيربي غيرك، وهيتربى كمان وسطنا. عارفه انا ساعات بحس ان اللي بيحصل لي ده حصل لي عشان اعرف مين معايا ومين عليا، مين كويس ومين وحش. خلينا احمد ربنا على حاجات كتير قوي، اولها انتي. انا كمان بحمد ربنا ان انت جنبي، وان انا ام ابنك اللي انت مستنيه. اصحيح نسيت اقولك، سيف العزازي كلمني وقال لي ان هو وصل البلد وجاي على هنا. انا وصلني انكم معترضين على حكم رب الدار، وعلشان انا ما بحكمش بالهوى زي ضعاف النفوس جيت اتكلم معاكم بالهداوه وافهمكم اللي ما فاهمينهوش. اتكلم يا ولدي. احنا اتربينا في الدار ده يا عم سميح على احترام العرف، وهنعيش بيه وهنموت بيه. ليه المساجين دول يستجنوا من غير محكمه، من غير ما نسمعهم كلنا زي ما تعودنا دايما؟ العرف يا ولدي انك بتحكم على العاصي والدليل في يدك وبتقدمه له وبتسمع رده، لكن الخاين اللي بيجي من ورا ظهرك متخفي زي الحربايه وما انتش عارف نواياه ايه بيبقى في حل من التنين. الحل الاول انك تتبع معاه نظام العرف وساعتها حلني، ويا تلحق تحكم يا ما تلحقش. والحل التاني ان خليه تحت يدي وقدام عيني لحد ما اعرف نواياه ايه، يا خبيثه يا طيبه، وانا رب الدار. ورايي ان الناس دي جايين بخبز وبغدر وبيعاملوكم زي العبيد، بيعاملوا ولاد الدار عبيد عيالي. بس المساجين دول فيهم بنت زين العطار اللي هو صاحب الدار وابونا الكبير اللي عشنا في خيره، ايه اللي يخليها تجيلنا بنوايا خبيثه؟ انت بتسال علشان تفهم ولا بتشكك في احكامي؟ عشان الحق يا عم سميح. الحق انك تقول سمعا وطاعه من غير ما تفكر، والحق كمان انك تترمي في الحبس اسبوع. تظالم يا سميح، وعمرنا ما عشنا عيشه العبوديه اللي انت معايشها لنا دلوقتي دي غير بعد ما الشيخ سلامه مات. هنعمل ايه؟ الشيخ سلامه ما يجص عليه الا الرحمه. ما هو لو كان رباكم زين ما كنتوش وصلتوا للي انتوا فيه. احنا لا نرضى بالظلم، يا نتسجن لا دي ولا دي. في حل تالت. عمار مدهم على رجليهم، هم واي حد يحصى امر رب الدار دي. ايه امر ربنا يا عمار؟ هنعترض عليه؟
تنفذ الأمر. حقك عليا يا ريس، حاولت اوصلك ومعرفتش. عارف حصل ده حصل ازاي يا ريس؟ مش مهم حصل ازاي، مهم اللي جاي. ما حبيتش اجيلك وايدي فاضيه، سليم قال لي اجيبهولك معايا. الحمد لله على سلامتك واسف بيها. الله يسلمك. اتفضل. اعتصم ده اخويا، عرفه بالرجاله. اتفضل يا سيدي. عايزه امشي خلاص، مش قادره اقعد هنا اكتر من كده. حاضر يا ماما حاضر. الحمد لله الدكتور طمنا وقال انك تقدري تمشي بكره، بس اهم حاجه ارجوك وتوعديني قدام عم سليم انك تيجي تتابعي مع الدكتور لحد ما الحاله تستقر عشان خاطر يا ماما. حاضر، هعمل كل اللي انتوا عايزينه، بس سيبوني امشي، انا بقيت كويسه يا سليم خلاص. كلام ايه اللي بتقوليه ده بس يا جيهان؟ انت لازم تفضلي هنا، وجودك هنا احسن. وبعدين هتخرجي تروحي فين بره؟ يعني افضل قاعده هنا عاجزه مش عارفه اولادي فين؟ وهو يعني احنا اللي عاجزين ولا ايه؟ انت يا ستي تقعدي هنا معززه مكرمه، وكلها ايام وكل حاجه هترجع زي ما كانت. على فكره ماما، عم سليم بيتكلم صح. البقاء لله زكريا. معلش جت متاخره شويه. عادتك الباقي يا سيدي. هو ايه اللي بيحصل في البلد هنا؟ غريبة انك بتسأل، دي المعلومات كلها المفروض تيجي من عندك. استغفر الله العظيم، وما اوتيت من العلم الا قليلا. صدق الله العظيم. معلش يا زكريا، انا كنت مشغول يعني في موضوع في الفترة اللي فاتت دي. انا كان هيتضرب عليا النار هنا في بلدي، طلع من ظهري خاين كان عايز يموتني. ما ده اللي خلاني اجي لك دلوقتي يا زكريا. التحريات الداخليه وصلت لمكانك هنا، وامر الضبط والاحضار واقف على امره اللواء محسن. يعني ثواني كده ممكن تلاقي الداخليه تقتحم البلد وبتجيبك. هم طبعا فاهمين الموضوع مش سهل، ان المواجهه هنا هتكون خطر قوي، فلازم يبقى في تجهيزات كتيره يعني. بس معلومات العبد الفقير الله، يعني عرفت ان الداخليه خلاص اتحركت وقربت توصل، عشان كده انا جايب لك عربيه بره بارقام دبلوماسيه، ولازم تتحرك من هنا فورا. ناديه واللي في بطنها هيجوا معايا. اللي انت عاوزه يا زكريا. انا عارف ان الشيله هتبقى تقيله عليك يا عم عبد القادر، بس انت قدها وده حقك. ارجع لبيتك وبيت ابوك يا زكريا، كلنا في ظهرك، ما نسيش وقفتك معانا. انا ما عملتش حاجه، ده حق العطارين اللي في رقبتي. معتصم، حربي هيكون مكاني هنا لغاية ما تنفذوا اللي قلت عليه، وخليكوا جاهزين دايما مني على اشاره عشان تتحركوا. تلاش يا ريس، كل حاجه تحصل زي ما انت عايز. طمن يا زكريا بيه. زكريا، خلص الدنيا من شر عبد الله يا زكريا. عبد الله خلاص ما بقيش ليه كبير، لو فضل عايش ما بيننا هيموتنا كلنا. ادعيله ان ربنا يرحمه من اللي حعمله فيه. ابوك
التقرير ده غلط. انا ما اسمعش حضرتك. ثم انا حضرتك عارف ان ما ينفعش تبص على اي ورق من الورق ده. ورق ايه؟ بقول لك التقرير ده اتزور. ده انا هوديكم كلكم في داهيه.